جاد الحسين يمرر خطير اوهو قاسم عبد الله لان يتقدم عن طريق دجفين البيشي يتقدم الان الكفين ويسجل التعاون يسجل الهدف الاول في مرمى الرائد ويتقدم عن طريق دجفين البيشي البيشي يسجل هدف اول من نقطة الجزاء ويتقدم التعاون في كرة كان فيها طبعا قاسم عبد الله تسبب بركلة الجزاء هنا التصويبة على يمين مطعم شرحيلي يسجل التعاون هدفا اولا من نقطة الجزاء نعم تفاعل كبير في مدرجات التعاون